المد الهيمة. اي انت الشاعر عادف وش ربابي معنى المد؟ وش معنى المد الهيمة؟ موديل فاشن مهتم بالملابس وكذا. لا ايه طيب، مهتم بالملابس وما شاء الله، عند مجلس تراثي انت. مو بعيب اني اجلس في مجلس تراثي. ايه ما حنا، وش جاب طاري العيب؟ طب انت تقول انك شاعر الحين وعازف وربابة، ايش رباب؟ يا رجل اصبر يا رجل، انت الحين جالس في مجلس تراثي، اي انا جالس في مجلس تراثي. ورني يا ابو الله، فرها كبرت عليه، خذ ابو فره، ما شاء الله. طيب كفو، اسمع، هذا وين بيتك؟ ولا الشلايه ولا استراحه؟ لا هذا كافيه بأبها كافي. أبها. اه يا حبي يا حبيبي، أدري جاسر بكافي يا الربع، حسب انه بالبيت. طيب والملابس وش هل انت تهتم بها؟ هالمودل هذه او مدري وش اسمها؟ وانت لا وش والله تبي؟ وانت وش مش تبي هي، بملابسي؟ ما نشتك عن ملابس، انت تقول لي المودل هي او مدري وش اسمها. وانا نشدتك يعني عن شو اسمه، انت من وين؟ قلت لي ما تبي تقول لي من وين. منطقتي ما هادي، انت لو انت نشدتني الحين تقول عازف ربابة وشاعر، وصحيح، لكن انا بشوف بليتك هذه اللي انت تقولها، الملابس هذه، وش هي الملابس اللي انت تهتم بها؟ خلاص انا موديل من جيل الشك. جل الشق وش تعرف جيل الشك؟ العب ايه بلا، وش ها جل تبغى الشق تلعب معي تحدي؟ كم جولة؟ 200 جولة. 200 مين يا بابا؟ ايه جولتين اوكي؟ تنفذ احكام؟ كم جولتين تنفذ احكام؟ جولة؟ واحدة يلا، طقت بلوت، وشو؟ طقت بلوت، ناخذ معك كبيس. ايه طب انت تقول قول انك دقيقة، انت تقول انك شاعر، عطنا ايه، ابيات شعر يلا. اعطيك ابيات شعر وانت ما علمتني الحين عن بليتك، ملابسك اللي تهتم بها هذه، المود الهيمة قلت وش. لك كنت موديل، الحين ماني موديل. اه المود الهيمة. ايه انا الموديل هيما. انت اسمك طيب فهد وش في معنى المود الهيمة؟ تقول لي ملابس، علمني يا اخي. هاي الملابس وش. اسمع يا، اسمك ايش؟ دقيقة، فهد. ابو فهيد. ابو فهد. اه انا اسمي هيما. هيما هذا اسمي. طيب ايه طيب ابى اسالك سؤال، وانت والله لا تزعل معي مني يا الغالي. والله عادي، خذ راحتك. ايوه والله عادي، لان والله لا هيما اسم، تتنازل. طيب اسم بنت هيما، ما هو اسم رجل.